موضوع رمضان صبحي واستمرار كابتن إكرامي الكبير في الحديث عن الجزئية دي، وكأن الحياة توقفت بعد رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي. الموضوع يا جماعة خلص، الموضوع بسيط جدا، هي رغبة عند اللاعب تحترم وتقدر، مفيش أي مشكلة خالص. لكن أنا في الحقيقة عايز أتكلم بوضوح، وأنتم متعودين دايما مننا على كده في الحقيقة، يعني حتة إكرامي سواء الكبير أو الصغير أو حتى رمضان صبحي، التلاتة لهم كل التقدير والاحترام مننا. لكن يا جماعة أنتوا كان قدامكم خيارين، هما كانوا خيارين مفيش تالت ليهم. الخيار الأولاني النادي الأهلي وجمهور، إنك تختار النادي الأهلي وجمهور، أدي خيار رقم واحد. الخيار رقم اتنين إنك تختار الفلوس، تمام، ده الخيار رقم اتنين. هما اختاروا إيه؟ اختاروا الفلوس، لهم كل الحق في اختيارهم، لهم كل التقدير والاحترام في اختيارهم، مفيش أي مشكلة خالص. لكن في نفس الوقت سيب بقى الأهلي الجمهور، مش هنفضل دلوقتي نحاول إن احنا كمان نكسب حاجتين، الفلوس اللي كسبناها ونكسب كمان تعاطف جمهور النادي الأهلي. ما اعتقدش ان ده هيحصل. وانا بالمناسبه بتكلم معاكم في الجزئيه دي تحديدا لان انا بنقل نبض جمهور النادي الاهلي، ودي طبيعه البرنامج ان احنا نتابع نبض جمهور النادي الاهلي ايه على السوشيال ميديا، النبض اللي بيكون منطقي بالمناسبه، اللي بيكون منطقي واللي يستاهل ان احنا نتكلم فيه. والناس كانت بتعلق في الحقيقه على تصريحات الكابتن اكرامي الشحات امبارح، وتعليقات يعني كانت بشكل قوي جدا. احنا ما نقدرش ابدا ابدا نسيء للكابتن اكرامي ولا نسيء لشريف اكرامي ولا لرمضان، ولينا بيهم علاقات طيبه جدا وعلاقات تسود الاحترام الاكيد. لكن في كل الاحوال الاختلاف بيبقى اختلاف مواقف، واختلاف بيبقى في اختلاف الاراء. فبالتالي موضوع ان احنا نستمر في الحديث عن رمضان صبحي وكان الدنيا وقفت على ان بعد ما رمضان مشي الاهلي كده خلاص الحياه توقفت بالنسبه له، ده امر غير صحيح وغير مطلوب اطلاقا من واحد في موقع مسؤوليه حتى اللحظه دي. الكابتن اكرام الشحات هو في موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي وبيروح النادي الاهلي كل يوم والراجل موجود، فبما ان حضرتك في موقع مسؤوليه فلازم تكون حضرتك على قد هذه المسؤوليه. ازاي ان انا ما اتكلمش كمسؤول عن اي حاجه تخص شؤون النادي الاهلي او تخص لاعب رحل عن النادي الاهلي وتقحم اسم النادي الاهلي في الجزئيه؟ الاهلي قفل القصه تماما تماما برحيل اللاعب وبقراره اللي يحترم ويقدر، ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اختلاف تماما، وحضراتكم عارفين راينا كويس قوي في رمضان من الجانب الفني، ما فيش اختلاف، لعيب فنيا عظيم، ما فيش، ما حدش يقدر يختلف على الجزئيه دي. لكن في نفس الوقت دايما الاهلي ما بيقفش على حد، فاستمرار الحديث في الجزئيه دي امر غير مسؤول في الحقيقه من واحد في موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي. وبالمناسبه هي نفس غلطه شريف اكرام اللي بحترمه وبقدره جدا، غلطته في ايه؟ ان هو طلع وهو على قوه النادي الاهلي وهو في قائمه النادي الاهلي وهو كابتن فريق النادي الاهلي ان هو يتكلم ويكتب تويتات في توقيت غلط، حتى هو لما طلع في احد البرامج بعديها ناقد نفسه في الجزئيه دي تحديدا وقال لك انا عارف كويس قوي ان انا طالما موجود في النادي الاهلي فالكلام بيبقى بحدود، وعارف في حاجات ينفع تتقال وحاجات ما ينفعش تتقال، ولازم ان انا ما اتواصلش على السوشيال ميديا كتير وما اكتبش حاجات على السوشيال ميديا كتير. وده عكس اللي هو عمله في الحقيقه قبل ما النادي الاهلي يقرر استغناء عن شريف اكرامي فيما تبقى من هذا الموسم. هو ناقد نفسه في الجزئيه دي ومفيش مشكله خالص، كل واحد ليه اراءه وليه رؤيته وتحترم وتقدر بكل اكيد. لكن يا جماعه انتوا اخترتوا خيار معين، مالكوش دعوه بالخيار التاني، ما تحاولوش تجمعوا ما بين الاثنين. الكابتن اكرامي الكبير تحديدا العاطفه والكلام العاطفي وان انا اكرامي ورمضان مش هلعبهم ماتش الاهلي وهحبسهم، كان ده في يعني نوع من انواع الاستفزاز لجمهور النادي الاهلي. ومفروض حضرتك كمسؤول في النادي، كحضرتك مسؤول وفي موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي، انك تكون اكبر داعم. وهي دي نفس الازمه او نفس المشكله اللي كان في اختلاف ما بيننا وما بين شريف اكرامي في تويتاته فيها لما طلعنا وعلقنا لو حضراتكم تفتكروا. حضرتك في موقع مسؤوليه فلازم حضرتك تدعم النادي. مش هطلب من حضرتك انك تدعم لان تدعيمك خلاص احنا عرفناه راح فين. احنا عرفنا تدعيم حضرتك راح في انهي اتجاه. تمام؟ فمش بنطلب تدعيم حضرتك، لكن بنطلب من حضرتك انك تسيب الجمهور يدعم ناديه، وان حضرتك ما تحاولش تاثر على الجمهور بشكل او باخر، لان الموضوع اصبح واضح وضوح الشمس بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي لامس وشايف كل حاجه وعنده قدر كافي من الذكاء والوعي. فالمشهد واضح للجمهور، سيب الجمهور يحكم، سيب الجمهور يروح يمين او يروح شمال. لكن الجمع ما بين الحاجتين الفلوس
ولعب على عاطفه جماهير النادي الاهلي ده امر في الحقيقه غير مقبول اطلاقا من شخص له كل التقدير والاحترام داخل موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي. لازم يكون عارف كويس قوي تصريحاته رايحه فين، وعارف كويس قوي دوره في انتقال، هو عارف طبعا دوره في انتقال رمضان ودور شريف كمان، يعني مش عايز اخوض في الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، لكن في كل الاحوال يا جماعه سيبوا الاهلي لجمهور، سيبوا الاهلي لجمهور، ولكم كامل التقدير والاحترام المتكامل، يعني ما حدش يقدر يقلل ولا تاريخكم طبعا مع النادي الاهلي معروف، سواء اكرامي الكبير شريف اكرامي او حتى رمضان صبحي الفتره اللي لعبها مع النادي الاهلي الراجل حقق تاريخ، اختاروا مفيش مشكله، لكن ما تحجروش على راي الجمهور وما تحاولوش ان انتوا تكتسبوا عاطفه الجماهير. وده كان في الحقيقه كلام مهم جدا لازم نتكلم فيه ونعلق فيه نقلا عن نبض جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا، وده طبيعه البرنامج ان احنا نتابع تفاعلاتهم في الحقيقه. فموضوع رمضان يا جماعه ملف وانتهى، وانا مستغرب جدا التصريحات الدائمه من هم مقربين لرمضان ومن هم في موقع مسؤوليه من داخل النادي الاهلي، طبعا اللي هو قصدي على الكابتن اكرامي الشحات، لازم يتحلى بالمسؤوليه الموقعه عليه، انت مسؤول فلازم انك تبقى على قد المسؤوليه دي، طبعا مع كامل الاحترام لحضرتك في انك ما تتكلمش في حاجه والاهلي مقبل على تحديات مهمه جدا، عندنا تحدي افريقي وتحدي محلي، التحدي المحلي لسه ما انتهاش تمام، لكن عندنا الاصعب هو التحدي الافريقي، وبالمناسبه التحدي الافريقي يا جماعه غايه في الصعوبه، عندك عتاوله افريقيا في دور نصف النهائي، اهلي زمالك رجاء وداد، مطلوب ايه من جمهور النادي الاهلي ومن رموز النادي الاهلي؟ من المفترض بعض الرموز يعني والقصد واضح يعني تمام انكم تدعموا النادي الاهلي، ولا نتطرق لبعض الامور اللي انتهت خلاص واللي صفحتها اتقفلت تماما. ده فيما يتعلق بالكابتن اكرامي الكبير ووجب التعليق على الجزئيه دي تحديدا. طيب